أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فأسأل الله عز وجل دوام التوفيق لهذه الزاوية ودوام العون في الإتيان إليها والوصول إليها والتفيؤ بظلالها، لأنه من ناحية نسر بالمجيء إليها والحديث إلى أهلها وتلامذتها وعلمائها، لكن يعلم الله أننا نحن نزداد علما وتجربة وخبرة وفيض إيمان، ونأتي بحالة نشاط من أجل أن نستزيد، ونرجع فعلا بحالة تختلف عن الحالة التي كنا عليها من قبل، فهي تجدد فينا النشاط والعطاء، وتجدد فينا الأمل والثقة بأن منهج أهل السنة والجماعة إن شاء الله تعالى لا يزال بخير وسيبقى دائما على خير، وأن هذا الخير محفوظ بحفظ الله عز وجل، ومن حفظ الله أن ييسر له رجالا يحملون هذه الرسالة ويبلغونها في زمن اختلطت فيه المفاهيم وتشعبت فيه الآراء، وأصبح الحق فيها إلى حد ما مضطهدا، وأصبح الباطل وللأسف منصورا بأماني الدنيا وزخرفها وما فيها من عطاءات. وأشكر لكم هذا التنظيم في هذه الطبعة 11 من هذه الأعوام المباركة، وخاصة أنكم جعلتم عنوان هذا الملتقى يتعلق بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعنوان من عناوين صلاح هذه الأمة. فبقدر التزام الأمة بدينها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام تنال رضا الله من ناحية، وبركة الالتزام من ناحية، وأيضا يحقق الله عز وجل التمكين في الأرض ويرفع عنها البلاء. فلا شك أن صلاح الأمة وأن خيرية الأمة منوطة بهذا المعنى، باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الوجوب، لأن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ليبلغنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. وبالتالي محبة الله عز وجل هي تتضمن وجوبا محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي التزاما حب الله عز وجل. فمن صدق في حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام وفق إلى وجوب الالتزام بسنته عليه الصلاة والسلام. وعندما نقول سنة النبي عليه الصلاة والسلام تلقائيا كتاب الله عز وجل، لأن السنة شريحة للكتاب، فلا يمكن أن تأخذ الرسول بغير محبة المرسل، ولا أن تأخذ السنة بغير من أمر أن يبلغ هذه السنة، وهو الله عز وجل مع كتابه وكلامه الكريم. فجزاكم الله عنا كل خير، وأدام الله عز وجل هذه الزاوية عامرة، وأدام الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والنشاط والهمة والسلامة والسؤدد على سيدي ومولاي الشيخ محمد عبد اللطيف بالقايد، وجعله الله عز وجل دائما مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل شر، وأن يجري الخير على يديه، وأن يجعله محضنا لكل التائهين ولكل الطائعين المستقيمين. أما المستقيمون ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم كما في وصف القرآن للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأما التائهون حتى يعودوا إلى الله عز وجل، وحتى يستغفروه وينيبوا إليه. ومن أناب إلى الله عز وجل كان لك أجره وأجر من أناب معه إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذه سنة ماضية إن شاء الله تعالى من منبع صافي ومن حب صادق من سيد الشيخ محمد عبد اللطيف القايد، وسيبقى أجرها إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين أكمل لنا دينه القويم وأتم علينا نعمته وشرع لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ديناً قويماً وحصناً حصيناً وأنزل القرآن الكريم صراطاً مستقيماً وحبلاً متيناً وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد العلماء وإمام الأتقياء سيدنا محمد الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب وأعطاه جوامع الكلم فلا ينطق إلا بالحق والصواب بيّن لنا الدين خير بيان فبزغت أنواره وعمت الأكوان اللهم صل وسلم على هذا النبي الرسول الذي من اتبعه بلغ المقصد والمأمول وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحضور الكريم
أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المتجدد من مجالس الدروس المحمدية، يجلس إلينا في هذه الليلة المباركة وقد جاءنا ضيفاً كريماً من جمهورية لبنان الشقيق، فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة عبد الرزاق الرفاعي، حاصل على شهادة دكتوراه في الفقه المقارن، وهو أستاذ بكلية الشريعة جامعة بيروت الإسلامية التابعة لدار الفتوى، ومشرف على معهد أزهر لبنان فرع عكار للعلوم الشرعية والمدنية، وهو قاض ومفتي محافظة عكار بلبنان، ورئيس المحكمة الشرعية بمحافظة عكار، وله أعمال كثيرة في المجال العلمي، نذكر من بينها المصرفية الإسلامية عرض وتقديم، ترجمة تتعلق بسيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه في جانب شجاعته وإقدامه، وله عمل في السيرة النبوية للشباب انطلاقاً من حياة الجناب النبوي الشريف شبابه صلى الله عليه وسلم مع الصحب الكرام، وله شرح المختار للفتوى، وله ترجمة للسيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. يلقي علينا فضيلته في هذا المجلس درساً من الدروس المحمدية بعنوان الالتزام باتباع الكتاب والسنة عند أئمة مدارس الفقه الكبرى، فليتفضل سيادته مشكوراً. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، صاحب السماحة سيدي فضيلة المربي العارف بالله الشيخ محمد عبد اللطيف ابن سيدي الشيخ محمد بلقايد حفظكم الله تعالى ورعاكم وأمتع المسلمين بكم ونفعنا بكم، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، أيها الجمع المبارك الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر الله عز وجل أن جدد لنا اللقاء بكم وأن جمعنا في هذه الروضة المباركة في الزاوية البلقائدية الهبرية على خير موضوع لنتدارس كتاب الله عز وجل وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنستفيد مع المعاني من روحانية هذا الشهر الكريم المبارك، وإنه لمن حسن الطالع أن تكون هذه الجلسة في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، وهي الليلة المتممة لليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، ليلة فيها حث على الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نهارها، لأنها معروضة عليه، وهي ليلة تذكرنا بواقعة الفرقان بين الحق والباطل التي أيد الله عز وجل فيها وبها سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل بين يديه جندًا بشريًا ينافحون عنه وعن دينه ورسالته، وجعل أيضًا معه مددًا من السماء
ملائكة الله عليهم السلام تقاتل معه، فأيده بأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأيده بجنود لم يروها، وفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، فأعظم بها من ليلة، وأعظم بها من ذكرى، وأعظم بها من فائدة، وأيضا هي منقبة عظيمة أن نكون جميعا فيها وفي هذه الأمسية المباركة في دراسة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحيث المكان روضة مباركة بل قائدية هبرية يشع الإيمان فيها من كل جانب، ونتفيأ فيها ظلال الوارث المحمدي الكبير والعارف الرباني المرشد المربي الكامل سيدي الشيخ محمد عبد اللطيف، أمتع الله المسلمين وأمتعنا به. أيها الأحباب، عنوان هذه الأمسية قد يسلك كل شريعة الله عز وجل، إذ إنها تنصب على مفهوم حفظ الكتاب وفهمه والالتزام به مرجعية، وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظاً رواية ودراية واستنباطاً وتعليماً وتفقهاً، فهي المرجع وهي البيان، وكما قال علماؤنا رحمه الله: إن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي التطبيق والتفسير العملي للقرآن الكريم. فالله عز وجل أنزل القرآن الكريم على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام تبياناً لكل شيء، وبيّن أنه ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولذلك فهو شامل لكل ما يمكن أن يقع من الحوادث أو الوقائع، إما بالدلالة من القرآن مباشرة على جزئية الحكم، وإما على كليته، إما أن يكون الدليل من القرآن الكريم صريحاً واضحاً في الدلالة على الشيء كبيان الأركان وبيان الفرائض وما شابه ذلك، وإما أن يكون شاملاً لذلك بكلياته وقواعده العامة، فإذا ما حصلت حادثة تعرض على كتاب الله ثم تعرض على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون بعد ذلك البيان ببيان الحكم وإنشائه أو إعلانه في بعض المسائل المتعلقة بالحجر وتوابعه. وأئمة الإسلام دعوا، وأعني بذلك الأئمة الذين نحن نتبعهم في أمر ديننا والذين استقرت مدارسهم ومذاهبهم، هم متعددون كثيرون، لكن شاءت إرادة الله عز وجل أن يكون أمر الفقه محصوراً بالأئمة الأربعة ومدارسهم وما نقل إلينا على سبيل التواتر من خلال رواية تلامذتهم عنهم، وكلهم أجمعت كلماتهم على أن مرجعية المؤمن الذي آمن بالله عز وجل وصدق بنبينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرجعية في ذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهما الأصلان الكبيران الرئيسان اللذان يرجع إليهما كل من أراد أن يعرف حكم الله في مسألة ما. وهناك المرجعان التبعيان وهما الإجماع والقياس، وهناك المسائل المختلف فيها في مصادر التشريع. ولذلك نرى أن أئمتنا رحمهم الله تعالى قد انطبقت أقوالهم على المرجعية، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام مالك رحمه الله، والإمام الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورحم الله الجميع، هؤلاء أجمعوا على أن مصادر التشريع المتفق عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع الصحيح والقياس الذي لا تعترضه عوارض، هذا مما اتفق عليه الجميع. ثم هناك المصلحة المرسلة والعادة والعرف ومذهب الصحابي وعمل أهل المدينة والاستحسان وما شابه ذلك وعمل من قبلنا والاستصحاب، كل هذه مسائل فرعية عرفت بالأصول المختلف فيها أو عليها،
لكن عند التأمل والتدقيق والمقام لا يتسع إلى كثير من التفصيل، تعود بجملتها إلى أصول الكتاب والسنة والقياس، إما بالإلحاق وإما بالإشارة وإما بالتلميح وإما بالتصريح وإما بدلالة النص أو إشارة النص أو عبارة النص، مما هو معلوم في باب علم أصول الفقه بالمجمل والمبين من الدلالات، إما الصريحة وإما غير الصريحة. وفي سيرتهم رضي الله تعالى عنهم طبقوا ذلك، ولا يمكن لعاقل أن يقول إن هؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم قد أجمعت الأمة على أنهم استكملوا شروط الاجتهاد إلا أن يكون معتقداً أنهم استكملوا شروط الاجتهاد بمعنى أنهم كانوا يعلمون القرآن الكريم رواية ويعلمون القرآن الكريم قراءة ويعلمون أوجه القراءات في ذلك مما كان متواتراً أو مشهوراً في حكم المتواتر، أو كان شاذاً يمكن أن يستفاد منه في تفسير حكم معين أو توجيه قراءة من القراءات، كما هو معروف في أثر اختلاف القراء أو القراءات في استنباط الأحكام الشرعية. وأيضاً يعتقد المؤمن أيضاً بأن هؤلاء يعرفون المطلق والمقيد في القرآن الكريم والعام والخاص في القرآن الكريم، ويعلمون الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم والمكية والمدنية في القرآن الكريم، وما هو على سبيل الخصوصية وما هو على سبيل العموم للأمة، وما كان على سبيل القصص يستنبط منه الحكم، أو ما كان على سبيل الاعتبار، وأن يكون المؤمن آخذاً نفسه بفهمه من أجل تحقيق المصالح الشرعية التي بني عليها الحكم، لأن أحكام الله تعالى على أرجح أقوال علماء أصول الفقه معللة بمصالح العباد، فحيثما كانت مصلحة العباد السليمة إن حكم الله تعالى يكون ذاك أو هناك، كما قال علماء قواعد الفقه والأصول. إن الناظر في هؤلاء عندما يقرأ سيرتهم في تعاملهم مع القرآن الكريم على أنه حجة، وفي السنة النبوية على أنها الحجة وهي الأصل الثاني، والله عز وجل أمرنا في القرآن الكريم بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والمسألة في حجية السنة مسألة واسعة عميقة مترامية الأطراف، لأنها تحتاج إلى الرواية وتحتاج إلى الدراية وتحتاج إلى الأدلة من السنة التي يحتج بها من غير معارض، وإلى الأدلة التي تكتنفها المعارضات، والروايات التي تتناقض ربما في ظاهرها، والروايات التي لا تتناقض وإنما قد تكون ناسخة أو منسوخة أو عامة أو خاصة أو مطلقة أو مقيدة. ثم هناك أمر لا بد من التنبيه إليه في المرجعية. الجميع قالوا انطلاقاً من جملة أحاديث، ومنها الحديث المشهور على خلاف في إسناده رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث على خلاف في إسناده اعتمده أهل تاريخ التشريع جميعاً، في أي كتاب إذا دخلت فيه إلى حجية السنة أو إلى باب الاجتهاد أو باب الرواية أو باب الفتية، فإنك تجد حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بعثته إلى اليمن، قال يا معاذ بما تحكم إن نزل بك أمر؟ قال أنظر في كتاب الله. هذا التشريع لكيفية النظر وأيضاً كيفية حمل الأتباع على التطبيق المنهجي لأصول الاستنباط ولتقعيد قواعد المرجعية الإسلامية لفقهائنا. بذلك ينظر أولاً في كتاب الله، قال فإن لم تجد قال أنظر في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل، أي لا أقصر، أنظر في الكتاب فإن وجدت الدليل أخذت به، ثم أنظر في السنة إن لم أجد في القرآن الكريم فإن وجدت في السنة الدليل أخذت به، قال إن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي ولا آل، أي لا أقصر.
وإذا أردنا أن نختصر مفهوم الاجتهاد في الإسلام أيها الأحباب، وبخاصة بعد أن استقرت المذاهب الفقهية وبعد أن انقضى عصر الأئمة المجتهدين اجتهادا مطلقا، أي الذين يقاعدون القواعد الأساسية ولا يقلدون غيرهم، وهذا أمر ربما نمر عليه سريعا بعد ذلك في شروط الالتزام بمنهجية الكتاب والسنة كحجة ومرجعية في المدارس الفقهية. قال: يمكن أن تختصر وتقول الاجتهاد في الإسلام القياس، أن تعرف العلة وأن تعرف الأصل وأن تعرف الفرع وأن تلحق فرعا بأصل لعلة جامعة ليأخذ الفرع مثل حكم الأصل، وهكذا في تحقيق وتخريج وتنقيح المناطق كما يقول علماء الأصول. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر معاذ رضي الله تعالى عنه وقال له مستحسنا: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذه منهجية لا توجد مدرسة فقهية على الإطلاق، ولا مدرسة عقدية عند أهل السنة والجماعة على الإطلاق، ولا مدرسة تربوية روحية عند أهل السنة على الإطلاق، إلا وهي تدلل وتصرح بكلام لا شبهة فيه ولا لبس أن المرجعية في الأحكام العقدية كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن المرجعية في الأحكام الفقهية كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن المرجعية في تربية روحية وتزكية ربانية كاملة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعندما نذكر كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أمر طبيعي أن نقول الإجماع، لأن الإجماع لابد أن يكون له دليل يستند إليه، فإن كانت أدلة الإجماع قطعية في ثبوتها ودلالتها قلنا إن الإجماع قطعي مخالفه بغير شبهة كافر، وإن كانت ظنية كان الإجماع في حجيته ظنيا مخالفه لشبهة أو بدون شبهة فاسد. أما القياس فإنه داخل أيضاً في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من باب الاعتبار فاعتبروا يا أولي الأبصار، أو من باب بيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل الذي أتى يسأله هل يفطر الصائم إذا قبل زوجته في نهار رمضان، قال: أرأيت لو أخذ الماء ثم مضمض ومجه بعد ذلك من غير أن يبتلعه أيفطر في صومه؟ قال: لا. قال: هذا من ذاك وذاك الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى إليه لون بشرة ولده بأن لونه يختلف عن الألوان الأخرى، فقال عليه الصلاة والسلام، أي الأخرى من أولاده: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: صفها. وكانت العرب تحفظ الإبل والخيل بأنسابها وألوانها، الإبل الأصيلة والخيل الأصيلة، فقال له: صفتها كذا ولونها كذا بالتسلسل حتى وصل إلى لون جمل فيها يختلف عن لون الجمال السابقة. قال: هذا لونه يختلف عن غيره. قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق، هذه الجينات الوراثية في الحيوانات. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذا لعله نزعه عرق إلى أحد آبائه أو أجداده. وأتى العلم الحديث في طب الجينات ليؤكد هذا المعنى. هذا نوع من القياس أيضا. إذن أئمتنا جميعا يحتجون لذلك بهذا المعنى، وإلا كيف يكون الإنسان في مرجعيته يعود إلى زيادة التعبد بين يدي الله عز وجل ولكنه إما يحيد عمداً أو جهلاً عن فهم الكتاب مع الحفظ أو السنة مع الحفظ والفهم والرواية والدراية والقدرة على الاستنباط. لذلك الأئمة المجتهدون الذين انطبقت فيهم وعليهم الشروط أن يكون أحدهم عالماً بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشروط التي ذكرنا، عالماً بالمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ ودلالة الخاص ودلالة العام وما شابه، وكذا بالسنة رواية ودراية تحسيناً وتصحيحاً وتضعيفاً إلى آخره، كيف يكون هذا مجتهداً إذا لم يكن ملماً بهذا الذي أشرنا إليه، وأن يكون عالماً باللغة العربية كما كان يعرفها أصحابها من قبل، وبالحد الأدنى الذي تبسط فيه الإمام الغزالي في المستصفى أن يكون عالماً بآيات الأحكام
وأحاديث الأحكام وباللغة التي تعينه على الاستنباط. ليس من الضروري أن يكون متبحراً في لغة العرب، وإن كان بعض علماء الأصول ذكر ذلك، أن يكون متبحراً في لغة العرب ويفهمها كما كان يتحدث بها أصحابها من قبل، وهذا صعب وشاق جداً. لكن على التنزل أن يكون عالماً بأحاديث وآيات الأحكام، وأن يكون عالماً أيضاً بلغة العرب، وأن تكون لديه القدرة على التخيل والتمثل وتكييف المسائل الفقهية، وأن يكون فقيه نفس قادراً على افتراض المسألة وافتراض الحل لها. على كل حال، وأن يكون عالماً بالإجماع حتى لا يخرق الإجماع، لأن من اجتهد في مسألة إجماعية رد عليه اجتهاده كما قال العلماء من قبل، وهي مسألة جديرة بالدراسة. قالوا: هل اختلاف العلماء في سلف الأمة التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم، أي في عصر الصحابة ومن بعدهم ومن بعدهم، هؤلاء في القرون الثلاثة المفضلة، هل اجتهادهم في مسألة ما الذي تحصل بعد الاجتهاد على قولين أو ثلاثة أقوال، هل يعني ذلك إجماعاً على حرمة إحداث رأي ثالث أو رأي رابع؟ جماهير العلماء يقولون: إذا استقر اجتهاد أهل العصور المفضلة من الأئمة المجتهدين وليس من عامة الناس في مسألة ما على أن فيها قولين، فمن أحدث ثالثاً ابتدع، أو اتفقوا على أنها على ثلاثة أقوال، هذا إجماع على حرمة إحداث قول رابع. ننظر فيهم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما يسأل في كثير من المسائل باختصار يقول: أنظر في كتاب الله، فإن وجدت به أخذ، وإلا فبسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت فبه أخذ، وإلا نظرت فيما أجمع عليه الصحابة، فإن وجدت أخذت، وإن لم أجد أنظر في اختلافهم وأقوالهم، فأتخير منهم ولا أخرج عنهم. لاحظ المنهجية، كانوا قديماً يقولون: إياك لطالب العلم، إياك أن تقول قولاً في الدين ليس لك فيه سلف، أي لم يقل به أئمة الإسلام من قبل، وإلا كنت مبتدعاً. ثم قال: فإذا انتهى الأمر إلى فلان وفلان وسمى أقواماً من التابعين فهم رجال ونحن رجال. لكن هنا لابد من التنبه إلى أمر، وهذا يجب أن يكون مستقراً، وأظنه كذلك، أنه عندما تخير بين الصحابة لم يخرج عن مذاهبهم، لكن عندما وصل إلى التابعين وهو من التابعين على أرجح الأقوال، رأى 8 أو 4 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: أتخير من أقوالهم في الصحابة في التابعين؟ قال: هم رجال ونحن رجال، أي هم استكملوا شرائط الاجتهاد، وهو أي الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه استكمل شرائط الاجتهاد، فمن كان على شاكلتهم واستوى في علمه إلى مقامهم جاز له أن يدلي بدلوه، أما من قصرت همته أو تباعدت به شقة المعرفة والتعلم والاجتهاد عن مقامهم فلا يجوز له أن يدلي اجتهاداً استقلالاً في مسألة، لأنه ليس من أهل الاستنباط. لما ربي سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبين أنه ما أرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام من رسول أو رجال نوحي إليه، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم الذين يسألون؟ الذين هم مظنة الاستنباط من الكتاب والسنة، أي امتلكوا أهلية الاستنباط من الكتاب والسنة. كذلك لما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى سئل في مسألة من المسائل قال: أنظر في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: إن فيها أقواماً يقولون فيها كذا وكذا، قال: هم رجال أفضى اجتهادهم إلى ما قالوا، ونحن نجتهد ونفضي إلى ما أدى اجتهادنا إليه، وبالتالي تتساوى الأقوال لأنها تنطلق من قاعدة واحدة، فلا يقضي اجتهاد على اجتهاد، وهذه قاعدة أصولية كلية، الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. ولذلك من استكمل آلة الاجتهاد المطلق حرم عليه التقليد، لا كما يقول الناس اليوم بأنه يحرم التقليد على الناس، ويجب أن ينظروا في الكتاب والسنة وأن يستنبطوا من الكتاب والسنة. هذه حالة تضييع للأمة، وهذه حالة
فساد في الرأي في الفقه والشريعة الإسلامية، نجرئ الناس الذين لم يمتلكوا آلة الاجتهاد أن ينظروا في الكتاب والسنة وأن يستنبطوا كما استنبط السابقون أبداً. وبعضهم أحياناً يقول: أقول لكم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، وتقولون قال ربيعة وقال مالك وقال الليث، يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتقولون قال فلان وفلان من الناس. هذه مغالطة وهذه محاولة للغش في دين الله. هؤلاء عندما يقولون قال ربيعة أو قال مالك أو قال الليث أو قال أبو حنيفة أو قال الشافعي أو قال أحمد أو قال الأوزاعي، إنما يقولون بقول أئمة اجتهدوا في النصوص وقدموا إلينا ثمرة اجتهادهم، فنحن نفتي بثمرة نظرهم في الكتاب والسنة، وهم أهل للاجتهاد، استكملوا آلة الاجتهاد المطلق. أما لو أتى أحد ما يريد أن يجتهد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وليس هو بذاك ولم يستكمل هذه الأهلية، أيعقل هذا من؟ أبداً، ليس مخاطباً. عندما يقول نحن رجال وهم رجال، نعم هم رجال بالمعنى العلمي والكفاءة، ونحن رجال بالمعنى أن الرجل يعني الذكر غير الأنثى، لكن نحن عندما نتحدث في العلم إنما نقصد بالرجال أولئك الذين استكملوا آلة الاجتهاد المطلق والاستنباط من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام مباشرة. ولذلك وجد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم مدارس ووجد فيهم التقليد، ولذلك مدرسة أهل الحجاز هي امتداد لمدرسة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لمدرسة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، مدرسة العراق امتداد لمدرسة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفي الشق الأعم الأعظم لمدرسة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما فتح الله عليه الأمصار ومصر الكوفة جعلها مركز الانطلاق للعلم والغزو في سبيل الله وتبليغ دين الله في السنة 17 للهجرة، دفع إليهم خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لتعليم القرآن ولرواية السنة ولتعليم الاستنباط وهلم جرا. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا بعد ذلك قعد هذا المعنى بأن الرجوع في الحجة إلى الكتاب ثم إلى السنة ثم إلى الإجماع ثم إلى القياس، ثم نظر إلى العرف والعادة وهو معمول بها عند الإمام مالك ومعمول بها عند السادة الحنفية، لكن أضاف إليها عرف أهل المدينة المعروف بقول أهل المدينة، أي هو الأثر المتوارث أو العرف المتوارث أو العمل المتوارث، لأنهم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لما قيل له أتأخذ بهذا الحديث، لأنه كانت هناك رواية أهل الحجاز، رواية مكة، رواية المدينة، هناك أصحاب سيدنا علي ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم في اليمن ومن بعدهم طاووس، وهناك رواية أهل الكوفة والبصرة، أولئك تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لما أتى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة فأعجب بكثرة قرائها وفقهائها، وبين هلالين القارئ أو القراء، كان يطلق هذا اللفظ في العصر الأول على الفقهاء، لأنه كما ورد في الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أكثر العلماء المقصود بالقراء هنا أقرأهم أي أحفظهم لكتاب الله، لأنه من الأمر الطبيعي أن يكون الإنسان فقيها في دين الله، وخاصة إذا كان صحابيا أو تابعيا رضي الله تعالى عن الجميع. لما أتى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة واتخذها حاضرة لخلافته فنظر فيها فأعجب بكثرة قرائها وعلمائها، فقال رحم الله ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لقد ملأ هذه القرية علما وفقها، علم الناس. الإمام الشافعي رحمه الله تعلم يقال له تأخذ بهذا الحديث، قال أرأيتني قد خرجت من كنيسة أو على وسط زنار، كان من علامة أهل الكتاب، ما لي لا أخذ بالحديث إن صح سواء كان شامياً أو حجازياً أو كوفياً. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كذلك كان جماعاً للرواية من هنا وهناك على شرائط عنده، حتى لما قيل له
بأن فريقاً من الناس استكثر من الرواية، أيصلح للإنسان أن يكون مفتياً لا مجتهداً؟ المجتهد له استقلالية في التقعيد والتأصيل والاستنباط، أما المفتي يأخذ قول غيره ربما متخيراً. قالوا إذا كان يحفظ 500,000 حديث، يعني نصف مليون حديث، أيصلح أن يكون مفتياً؟ فقال بيدي هكذا، يعني ربما يصلح أن يكون مفتياً إذا حفظ نصف مليون حديث. وطبعاً نصف مليون حديث أن يكون الحديث صحيحاً بالمعنى الأعم، إما صحيحاً لذاته أو صحيحاً لغيره بالمتابعات والشواهد، أو حسناً لذاته أو حسناً لغيره بالمتابعات أو الشواهد، أو أن يكون ضعيفاً يجبر، أو أن يكون ضعيفاً يعمل به في فضائل الأعمال، بل في بعض الأحكام. والإمام أحمد رحمه الله تعالى نقل بعد ذلك تلمذته والمدارس من حوله أيضاً، قالوا ما كان عليه أبو حنيفة وما كان عليه أحمد وما كان عليه الأئمة أن ضعيف الحديث أولى عندهم بالعمل من رأي الرجال، لأن الحديث الضعيف ما لم يشتد ضعفه بأن يكون فيه متهم بالكذب أو أن يكون فيه شديد الضعف بالحفظ والضبط، الحديث الضعيف هذا له شبهة الاتصال، لذلك هو أولى من العمل برأي الرجال على أي حال. والمقصود بمرجعية الكتاب والسنة عند أرباب المذاهب الكبرى الحاكمية، وليس ذلك إلا لبيان الأئمة الذين امتلكوا قدرة أو آلة الفهم للكتاب والسنة. ولذلك ما من إمام، اقرأوا أصول التاريخ التشريع، ما من إمام إلا وله مدرسة هو رأسها، ومن حوله من تلامذته أحاطوا به فهماً لتأويله واجتهاده وعملاً بمناقشاته وترجيحاته. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام مدرسة الكوفة، وقد يعبر عنه في تاريخ التشريع بأنه إمام مدرسة الرأي. ومدرسة الرأي هذه إن كانت على سبيل المدح فهذا حسن، وإن كان على سبيل الذم فهذا لا، لأنه لا يمكن أن يستنبط في دين الله من الكتاب والسنة من لا رأي له. ولذلك كل المذاهب فيها رأي وفيها أهل حديث، وأظهر المدارس التي فيها أهل رأي وأهل حديث هم الحنفية والمالكية. لذلك عند الحنفية قالوا إذا نظر الحنفي في كتبه فلم يجد حكم مسألة بحسب فهمه، يعني لم يجد نصاً صريحاً على حكم واقعة، بمن يقتدي؟ قالوا بالمذهب المالكي، لأنه الأقرب في قواعد الاستنباط، لأن هناك مشاركة في اللقية بين الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله تعالى، والتقوا مرات، ومنها إحدى المرات التي حصل فيها نقاش وانقلب كل منهما إلى صاحبه في أيام الحج، قالوا للإمام مالك رحمه الله كيف رأيت الرجل أي أبا حنيفة؟ وبعد المسافات كانت تنقل، هناك روايات عن كل إمام، منها بزمام وخطام ومنها بلا زمام ولا خطام، ويكثر فيها التزيد والتنقص. قال رأيت رجلاً لو ناظرك في هذه السارية على أنها من ذهب لأقام عليك الحجة. سألوا الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى كيف رأيت الرجل؟ أن هذا كوفي وهذا مدني، كل مدرسة يريد أصحابها أو تلامذتها أن يسألوا الإمام عن الإمام الآخر. قال رأيت رجلاً ملئ إلى مشاشه علماً بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما ننظر إلى المدارس الفقهية كان أحدهم إذا تكلم بمسألة يقال له من إمام المدرسة ألك حجة في ذلك؟ إن لم يكن عنده قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه، ونشأوا تلامذتهم على ذلك، فلا يجرؤ أحد أن يقول قولاً في الإسلام إذا لم تكن له حجة من كتاب أو سنة. ولذلك الإمام هو الرأس، تلامذته من حوله يتلقفون اجتهاداته، ثم بعد ذلك يدونونها، ثم تنقل بعد ذلك إلى التلامذة، وهكذا تواترت أقوال واجتهادات الأئمة في المدارس الفقهية فنقلت إلينا على سبيل التواتر وبها نفتي. طيب قد يقول قائل هناك الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وهناك الأوزاعي واللوث بن سعد، محمد بن الحكم، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، هناك الأئمة، هؤلاء كانوا مجتهدين. نقول نعم، كثير منهم بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، لكن شاءت إرادة الله عز وجل أن تكون عملية الاجتهاد المطلق التي نقلت إلينا بالتواتر في هذه المذاهب الأربعة. بعض الناس يقول هذا تحجير واسع، يجب أن نتوسع. فلما أرادوا التوسع خاصة في هذا الزمان انتقلنا من 4 مذاهب إلى 4,000 أو 4,000,000 أو على عدد أنفاس البشر.
كانوا يقولون طرق التربية في السير إلى الله عز وجل بعدد أنفاس الرجال. نعم هذا له ملحظ سليم. الآن في المذاهب الفقهية يعيبون على الناس التزام 4 مذاهب ضمن شروط معينة، ولكن لما أرادوا الخروج عن ذلك بحجة التعصب المذهبي فتحوا الأبواب مشرعة لكل الفتن ما هب منها وما دب، وأصبحنا نسمع بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. هذا شق قد يطول. أنتقل إلى جانب آخر أيها الإخوة، في مرجعية الكتاب والسنة لدى المدارس الفقهية الكبرى. نحن نلاحظ وإياكم عندما نتحدث عن المذاهب 4 ونقول الكتاب والسنة هما الحجة، ليس فقط في باب الفقه حلال وحرام أو أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج التي أتت مجملة في معظمها في القرآن الكريم ومبينة في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها أيضا مرجعية في باب العقائد، وهذا أمر من الخطورة بمكان. فتح الباب منذ زمن بعيد في مسائل الاعتقاد وانتشرت الفرق من هنا ومن هناك، كما ظهر الابتداع مقابل السنة، وكما ظهرت الفوضى مقابل الالتزام الفقهي المذهبي، هناك أيضا الفوضى في مسائل الفرق والعقائد الإسلامية. ولذلك من قديم وجد من تمرد على دلالة الكتاب والسنة إما لهوى في نفسه أو لضعف آلته، ليست لديه القدرة وليست لديه الضوابط أو آلية الاستنباط والفهم أو الاستقلالية في تقعيد القواعد، فنشأ عندنا المشبهة والمجسمة، ونشأت عندنا القدرية، ونشأت عندنا الجهمية، ونشأت عندنا الرافضة وتقابلها النواصب، ووجدت عندنا الفرق الباطنية، ووجدت عندنا فرق ما أنزل الله بها من سلطان. لو اطلع الإنسان على أي كتاب في الفرق كالبغدادي أو الفرق الذي تبين كذب المفتري لابن عساكر أو ما شابه أو الفصل أو الملل والنحل وهلم جرت، ترى العجب العجاب. السبب أن منهجية الأئمة 4 في المدارس الفقهية الكبرى، وعندما نطلق كلمة الفقه بالمعنى الأعم هي شاملة لكل الشريعة، لكن الفقه الأكبر التوحيد، والفقه الأصغر كمناسبة يعني ليس أصغر مطلقا نسبيا، هو الفقه بالمعنى العملي من صلاة وصيام أحكام الفروع. ثم هناك الإحسان وهو التربية الوجدانية والتزكية الروحية، السلوك إلى الله. عندما حاول البعض أن يستقل وألا يكون متبعان وقعوا في هذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك كان علماؤنا عندما يدعون إلى مرجعية الكتاب والسنة يحذرون في الوقت عينه من البدعة في الدين في القضايا الفرعية بما يقابل السنة، ومن البدعة في الدين بما يقابل الأصول في العقائد، ومن البدعة في الدين فيما يقابل حسن السير إلى الله عز وجل مما يتعلق بالتربية الروحية أو التزكية الوجدانية. هناك أصول وثوابت ومعمول بها، وهناك خروج عن هذه السنن وبالتالي تعرف بالبدع. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور المعروف، حديث سيدنا العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي أحاديث أخرى كثيرة يجمع هذا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان يقول في خطبه محذرا ومنبها من ذلك، يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، ألا إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هنا بما يتناسب مع المقام زمنا أشير إلى 3 قضايا هامة. أما الأولى أشرت إليها ضمنا تتعلق بفتنة اللامذهبية. لا يوجد مسلم تعمق في إيمانه وحرص على آخرته يتفوه مسرعا متهورا بالقول: إننا نحارب المذاهب الفقهية لتعصب أصحابها كي نأخذ من الكتاب والسنة مباشرة. هذا كلام خطير، لأنهم قالوا
إن اللا مذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، وإن اللا مذهبية هي قنطرة لا دينية. فإذا قلنا للإنسان هذا فقه حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، فقال لا حاجة لي بذلك، الله لا يسألني عن هذه الأربعة، وإنما أريد قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه مغالطة خطيرة. أأنت من أهل الاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة؟ هل يوجد مسلم في الكون صح إسلامه لا يعترف بمرجعية الكتاب والسنة في أحكامه؟ أبداً، الكل يقول قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن الفارق أيها الأحباب بدقة، إن السؤال أو إن الطرح السليم يجب أن يكون كالتالي: هل آخذ الكتاب والسنة مرجعاً لي في كل شأني على ضوء فهمي أنا أو فهم زيد وعبيد ممن عاصرنا، ونحن أقرب إلى العجمة منا إلى العربية في تكلمنا فضلاً عن فهم الكتاب والسنة رواية ودراية بالشروط التي ذكرتها في الكتاب والسنة؟ هل أفهم ذلك على هذا المعنى، أم أنني أفهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام مرجعية لي وللمسلمين وفق منهجية الأئمة الأربعة؟ هذا السؤال. إذا قالوا نفهم الكتاب والسنة وفق مناهجنا، هذا الضلال البعيد. أما إذا قالوا وفق منهجية الأئمة السابقين، فإننا نقول إننا بهذا المعنى، أي فهم الكتاب والسنة كمرجعية للمسلم على وفق منهجية الأئمة في الفهم والاستنباط، هو السلفية الحقة، لأننا نتبع أئمة السلف لا نتبع بعض السلف. فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أربعة من كبار أئمة سلف الأمة، لأن الجميع توفي قبل انقضاء القرن الثالث الهجري، 241 الإمام أحمد آخرهم. إذن عندما نقول نحن نتبع من سلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وكما قالوا وواجب تقليد حبر منهم كما حكى القوم بلفظ يفهم، المقصود أن نفهم الكتاب والسنة على منهجية الأئمة الذين كانوا في العصور المفضلة المشهود لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وبذلك تنضبط الأمور وتحسب الخلافيات ولا يتوسع الناس في حالة التحلل من الدين. قد يقول قائل هذا تحجير واسع، إن النصوص محدودة معدودة، وإن الحوادث لا تنتهي وليس لها حد وأيضا لا تنقطع، فكيف نحمل الحوادث الجديدة على أقوال الأئمة الأربعة وهم كانوا في ذاك الزمان؟ نقول لهم لقد فاتكم أمر هام جدا، وهو أحكام النوازل في كل المذاهب الأربعة. ما من قضية تنزل إلا ينظر فيها العلماء ثم ينظرون إلى علتها بعد تكييفها فقها، ويلحقون هذا الجديد بالقديم لعلة مشتركة بينهما ليأخذ الجديد مثل حكم القديم، وانتهت العملية إما بالاستحسان وإما بالقياس. وبالتالي المنهج المنضبط عند الأئمة الأربعة في فهم الكتاب والسنة كمرجعية لمدارسهم ولمن أتى بعدهم من أبناء هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو الذي يضبط النص فهماً، وهو الذي يحارب التعصب جموداً. فرق بين التعصب وبين التمسك. نعم، أنا أتمسك بمذهبي حتى أنطلق إلى أمر آخر، لأن الذي لا ينطلق من أرض صلبة يفهم من خلالها الكتاب والسنة على وفق فهوم الأئمة الأربعة المعتمدين الثقات الذين جاوزوا القنطرة وتعبدنا الله عز وجل أن نعبده بفهمهم للنصوص، هذه كرامة ما بعدها كرامة. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في باب الاجتهاد بالمستصفى، وأشار إليها في باب المصالح المرسلة عندما تحدث عن قياس الشبه، قال كلام طويل في نهايته أو في خلاصته: وإن الله تعالى ارتضى لهذه الأمة أن تكون في مقام التشريع مجازاً إكراماً لها وإعظاماً لأجرها. ما معنى هذا؟ المجتهد عندما يجتهد في مسألة، أي في بيان حكم الله، هو لا ينشئ حكماً وإنما يبين حكم الله الذي هو في المسألة، كأنما شرع، والتشريع هو أصلاً لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا من التشريع المأذون به، لأنك تكشف حكم الله، الاجتهاد كشف للحكم، القياس مع العلة
كشف واستظهار أو إظهار للحكم، وإلا هو موجود لكن بحاجة إلى من يعرف أو يطلع عليه، وقد تكون مسائل دقيقة. مثلا الإمام الجصاص أبو بكر الجصاص 370 هجرية توفي، له كتاب أحكام القرآن الكريم، وهو من أهم علماء الأمة الإسلامية في فهم القرآن الكريم وفي فهم السنة، وله أحاديث بسنده بينه وبين الإمام البخاري 3 أو 4 رجال. قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الجصاص حنفي، والإمام الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ شافعي. لما تحدث عن أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض، عند الحنفية أقل مدة الحيض 3 أيام بلياليها وأكثر 10 أيام بلياليها. بالجملة لو طلع إنسان على المذاهب الأربعة، الحكم في ذلك يعود إلى العادة، ليس هناك نص صريح بشكل مباشر. الإمام الجصاص ماذا قال؟ قال أقله 3 أيام بلياليها وأكثر المدة 10 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أتت فيه فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أكاد أطهر، أفأدع الصلاة؟ ماذا تفعل؟ لأنه عندنا حيض وعندنا استحاض وعندنا طهر. فقال عليه الصلاة والسلام: دع الحيض أيام أقرائك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ولو سال الدم على الحصير قطرة. يعني يصير أنت في حكم الاستحاضة معذورة. طيب أين الدليل على أنه 3 الأقل و10 أكثر؟ قال الإمام الجصاص رحمه الله: فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام مبيناً العدد والمعدود بالتمييز، فقال: دع الصلاة أيام أقرائك، القرء أو القرء كما في المصباح المنير وغيره بفتح القاف وضمها يطلق على الحيض وعلى الطهر مجازاً أو حقيقة أو عليهما حقيقة، خلاف فقهي. على كل، لما قال لها دع الصلاة أيام أقرائك، عندي أيام وأقرأ، إذن العدد أيام، تمييز العدد بالأقرأ. قال: والعرب تقول القرء يوم واحد ويومان وثلاثة أيام، جاء التمييز 3 أيام. بعدين نقول 4 أيام وخمسة أيام وستة أيام وسبعة أيام وثمانية أيام وتسعة أيام وعشرة أيام، 11 يوماً. قال: فلما قال دع الصلاة أيام أقرائك، أي كل الأيام التي ينطبق عليها وصف العدد بأيام هي أيام الحيض، فثلاثة أيام وعشرة أيام، أقل من 3 يومان وأكثر من 10 11 يوما. فنظر إلى تمييز العدد فقال 3 أقل و10 أكثر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهو استنباط بديع، كما قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي الحافظ الحجة الموسوعي المتفنن لما نظر في زكاة الزروع واستعرض الأدلة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: زكاة الزروع إنما تزكى عند الحصاد من غير النظر إلى وزن ولا إلى نصاب وإلى حولان الحول، لأن الله تعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده قليلا كان أم كثيرا، تبذل فيه نفقة أو لا تبذل. الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن ناقش المسألة ثم قال التالي باختصار: قال: إن أبا حنيفة رحمه الله وضع نص الآية أمام ناظريه فأصاب الحق، مع أنه مالكي ويشهد لحنفي، وهناك شافعي ويشهد لحنفي. هذا الرحم الموجود يدل على أنهم كانوا مذاهب استنباط لحكم الله، ولم يكونوا أحزاباً يقتل بعضهم بعضاً أو يستبيح بعضهم حرمة البعض. ولذلك ما يقوله بعض الناس تعصباً على المذاهب، يشكو الناس من تعصب المذاهب، لا، نحن اليوم نشكو من التعصب على المذاهب، من الطعن في المذاهب، من الإساءة إلى أئمة المذاهب. إخواني، إذا لم تكن المذاهب الأربعة بمدارسها وعلومها وقواعدها وأصولها وضوابطها هي الحجة والمرجعية عندما نحتكم فيما بيننا إلى فهم النص أو في فهم النص، فإن المسألة تنذر بشر عظيم مستطير. كل دولة لها دساتير ولها قوانين ولها مجلات شارحة للقوانين ولها مراسيم تطبيقية، إذن هناك مرجع يرجع إليه الناس عند الاختلاف. كذلك في فهم الكتاب والسنة،
عندما نظر أئمتنا الكبار إلى أن الكتاب والسنة هما المرجعية الأساس في هذه المدارس، إنما أرادوا ضبط عملية الفهم من أجل التطبيق العملي لإقامة العدل في الأرض والصلاة والصيام والزكاة والحج وما شابه ذلك. وإلا لو تركنا للناس أن يقولوا ما يشاءون لقال كل إنسان هذا فهمي. ألم يقل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إنما أتينا به رأي، فمن أتى بأفضل منه فهو أولى منا بالاتباع؟ نقول نعم، هذا على سبيل التواضع، هو رأي بالاستنباط، لأنه لا يريد الاستبداد. ولا يوجد أحد من فقهائنا مهما بلغ وصل إلى رتبة يلزم الناس قهرا بما يقول، لكن بشرط من كان دون رتبة الاستنباط المباشر فعليه أن يقلد إماماً، فمن قلد عالماً لقي الله سالماً. ولذلك قالوا: من أفتى بقول إمام إنما أفتى بقوله ودليله ولو لم يعلم. أنت عندما تقول الحكم الفلاني واجب، أو هذا سنة، أو سجود السهو كذا، أو نصاب الزكاة كذا، أو الحكم في المسألة في الطلاق أو في البيع أو ما شابه كذا، أنت لا تفتي بالقول المجرد نسبة إلى صاحبه، أنت تفتي بالقول مع الدليل، لأن قوله بعد الاجتهاد هو ثمرة النظر في الدليل. الصيدلي عندما يأتي الطبيب ويصف لك الدواء الفلاني، هذا الدواء يصلح للمرض الفلاني، لا تناقشه ولا تقول له: أنا لا أقبل منك هذا الدواء، أنا أيضاً لي رأي علي أن أستنبط وأجتهد في أن أصهر في نفسي الدواء النافع. من يفعل ذلك؟ إن فعله أحد منا اتهم في عقله. لما؟ لأنك عندما تذهب إلى الطبيب إنما تفوض إليه الأمر لثقتك الكاملة بأن لديه أهلية كاملة على تكييف المرض وعلى وصف الدواء، ولو بغلبة الظن. نعم، لأننا متعبدون بغلبة الظن في باب الفروع، فروع الفقهية باب الظن، هي أفعال المكلفين. ولذلك قالوا: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، أي العلم المكتسب من أدلتها التفصيلية. ما هي أدلتها التفصيلية؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذا بالنسبة للتعصب وشبهة القول في ذلك. الأمر الثاني ما يتعلق بالابتداع في أمر الدين. بعض الناس يقول: أنتم تقولون إن الكتاب والسنة هما المرجعية الأساس عند أئمة المذاهب الفقهية الكبرى، ونحن نراكم في باب السلوك وحتى في باب العقائد أو في باب الفقه قد ابتدعتم أموراً، ويذكرون مسائل لن أطيل بذكرها، لكن أضع الإطار العام. نقول: أولاً، إنه لا بد من تحديد معنى البدعة في الدين التي أمر الإسلام بردها، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وننبه إلى كلمة أو إلى جملة ما ليس منه. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما الإمام الشافعي من قبل، وكما الإمام النووي، وكما ابن الأثير، وكما الإمام القرافي بجملة ما ذكره في الفروق، وكما الإمام الشاطبي ما يفهم من كلامه بدقة عكس ما هو مفهوم من كتاب الاعتصام، وكلام الابن عربي صاحب أحكام القراء ابن عربي المالك، وغيرهم كثير، ابن رجب الحنبلي وكذا، قالوا: البدعة، والأصل في ذلك كلام الإمام الشافعي الذي رواه الإمام البيهقي في مناقب الإمام الشافعي بسنده الصحيح، وتعاقب بعد ذلك الناس على نقله. قال: البدعة بدعتان: ما وافق كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً أو قياساً صحيحاً، هذه بدعة لكن تسمى حسنة، فأصبحت بدعة من حيث اللغة. وأما المذمومة هي محمودة. أما المذمومة قال: التي تخالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر صحيح. حتى القياس، بعض الناس يقول: والعبادات لا يدخلها القياس. لا، ليس على إطلاقه، في عبادات معقولة المعنى وغير معقولة المعنى. والدليل على ذلك بالإجمال الخلاف الفقهي في باب العبادات. ما يعني؟ الذي اعتبر أن هناك مثلاً عبادة معينة في باب العبادات لا يقولها بعض الأئمة معناها بدعة. إذن القياس يلحق في باب العبادات أيضاً، يدخل من باب الإلحاق، وهذا ذكروه. مثلاً لما ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسأل عن صلاة التسبيح، أو كان عفواً يسأل عن صلاة التسبيح أو عن السبحة أو صلاة الضحى، فكان يقول: هي بدعة ونعمة البدعة هي. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو من أشد الناس تمسكاً بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
وكان يتتبع كل شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما سئل عن صلاة الضحى أو سبحة النهار قال هي بدعة ونعمة البدعة هي. كيف سماها بدعة وكان ينكرها؟ يقول ما في صلاة ضحى، فيقول بدعة، لكن عقبها بقوله ونعمة البدعة هي، كما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في التراويح لما قال نعمة البدعة هي والتي تنامون عنها خير مما تؤدون، يعني لو أخرتم الصلاة قيام الليل إلى الثلث الأخير من الليل. كيف يصفها بأنها بدعة ويقول نعمة البدعة هي؟ قال لأن لها أصلاً عاماً من أصول التشريع. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول البدعة ما أحدث على غير مثال سابق، فإن كانت مما يندرج تحت أصل عام من أصول التشريع فهي الحسنة وإلا كانت سيئة. ولذلك اختلفوا في تعريف البدعة مع الاتفاق على الخط العريض. البدعة الأمر المستحدث على غير مثال سابق، هذا من حيث الأصل العام. طيب عند التفصيل قال الإمام ابن حجر بعد ذلك الغزالي قبله الشافعي الإمام النووي ابن العربي القرافي ابن رجب قال إذا كانت تندرج تحت أصل عام من أصول التشريع فهي بدعة حسنة. صحيح الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الكتاب الاعتصام يقول عن البدعة بأنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة الإسلامية، يقصد بالسلوك عليها مضاهاة الشريعة أو يقصد بالسلوك عليها التعبد أو المبالغة بالتعبد لله عز وجل. في تعريف المضاهاة والثانية للمبالغة بالتعبد، وحدة تدخل الأمور العامة العادية ووحدة تدخل الأمور العادية والشرعية. والأصل في العادات حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع، هذا أيضا في منظومة الأصول حوله تفصيل كثير. المهم المرجعية عند الأئمة ينظرون إلى الحادث أو المحدث الجديد، فإذا كان بصورته ليس مشروعا وإنما يعني بأفراده وإنما يندرج تحت أصل عام من أصول التشريع يسمى البدعة الحسنة ولا يسمى بدعة مذمومة. ولذلك بعضهم لما قارب بين الأقوال والتعريفات قال الأصل ليست هناك بدعة حسنة. بعض الناس عندما يسمع يقول ليست هناك بدعة حسنة يقول هذا متشدد. لا، الذين لم يثبتوا البدعة الحسنة قالوا هناك بدعة ضلالة هي التي ليس عليها نص ولا تندرج تحت أصل عام من أصول التشريع. طيب التي تندرج تحت أصل عام من أصول التشريع قال لا نسميها بدعة إلا في اللغة، أما في الشريعة نسميها سنة حسنة. دليل قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيء. طيب أو من أوزارهم. بعض يقول لا، من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يرد عليه بالشق الثاني، هل هناك سنة سيئة لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كلا، لأنه يقول ومن سن في الإسلام سنة سيئة، كيف نفسرها هذا بهذا وكلاهما في سياق وسباق واحد؟ وقاعدة الأصولية بأن النص لا يقطع عن سياقه وبساطه ولا عن لحاقه. إذن المقصود من سن في الإسلام أي من أحدث أمرا في الإسلام لم يدل الدليل على أفراده وإنما يندرج تحت أصل عام من أصول التشريع أصبح سنة حسنة. والوقت يضيق. الحافظ ابن حجر رحمه الله كما ذكر هو في فتح وكما ذكر تلميذ الإمام السخاوي عندما ترجم له في لقط الدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر يقول سألت شيخنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأشار إلى ذلك الإمام السيوطي في الحاوي عن عمل المولد، هذا لم يكن موجوداً زمن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية، طبعاً بهذه الكيفية لكن أصله موجود. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيح يا رسول الله بعد أن سئل يا رسول الله تصوم الاثنين والخميس لما؟ قال أما الخميس تعرض فيه الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وأما الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه يحدث عبادة عليه الصلاة والسلام شكرا لله في اليوم الذي أظهر الله عز وجل أنواره إلى الوجود. فقال الحافظ ابن حجر وقد نظرت في الأمر فاستخرجت له دليلا
وأصلاً أصيلاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أتى المدينة المنورة فوجد اليهود يصومون، فقال: ما هذا اليوم في يوم التاسع؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فنحن نصومه شكراً لله. قال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. طبعاً أمر أن يخالف اليهود، إما أن يصوموا التاسعة والعاشرة أو العاشرة أو العاشرة والحادي عشر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا اليوم العاشر من محرم، صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه لنجاة موسى، وقال: أنا أحق بموسى منكم، فكيف بنجاة الكون كله بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقاس هذا العمل بالمولد على ذاك النجاة في ذاك اليوم، فصامه وأمر بصيامه. الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ يستعمل قياساً ويستنبط بأن عمل المولد وإن لم يدل الدليل على أفراده فهو مما يندرج تحت أصل عام من أصول التشريع، الشكر لله تعالى، كما في قضية موسى عليه السلام ونجاته، وأيضاً وذكرهم بأيام الله، إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، وهذا من ذاك ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن هل كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو من هو لا يعرف الفرق بين البدعة وبين السنة؟ على كل حال، إذن أختم لأن الوقت ضاق. المرجعية في الكتاب والسنة يحددها الأئمة المجتهدون اجتهادا مطلقا كلائمة الأربعة رضي الله عنه، والكتاب والسنة مرجعية في فهم الأحداث في الفروع وفي الأصول أي العقائد وفي السلوك إلى الله عز وجل، والمقياس في ذلك إما أن يكون الدليل مباشراً بآية أو حديث أو بعمل صحابي فعل أو قول أو تقرير من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن هناك فعل ولا قول ولا تقرير ننظر في الأشباه والنظائر كما في رسالة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك، وأن ينظر في الأشباه والنظائر وأن يلحقها وأن يقايس الأمور بما هو يرضي الله عز وجل أو بما هو الأشبه برضا الله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه: إذا نزل بك أمر ماذا تفعل؟ كما روى الطبراني وغيره. قال: أنظر في كتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لم تجد؟ قال: أخذ بما قضى به من كان قبلي. قال: فإن لم تجد؟ فسكت. فقال عليه الصلاة والسلام: اجمع له العابدين المتقين ولا تمض فيه برأي خاصة، لأن العابد كما قال شراح الحديث هم الأقرب إلى فهم مراد الله عز وجل بتوفيق الله عز وجل إلى طاعته وإلى تقواه بنور العبادة. كذلك في باب العقائد ننظر إلى المرجعية من الكتاب والسنة، فإذا وجدنا فبها وإلا أمسكنا، وليكن الحذر رائدنا في مثل ذلك. وكذلك في باب السلوك إذا كان الأمر يندرج تحت أصل عام من أصول التشريع، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا كان الجديد ليس له دليل فردي واصطدم مع نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر صحيح وجب تركه عند ذلك، ننكره بما لا يترتب عليه ضرر أكبر، لأن إنكار المنكر بشروط، ومن أعلاها ألا يؤدي إنكار المنكر إلى أكبر من ذلك، وليكن المنكر للمنكر رفيقا وبالمعروف، وليكن الآمر بالمعروف آمرا بالمعروف. وأخيرا، ليس هناك شيء يسمى سنة تركية كما يرد عند معارضة المذاهب الأربعة في المرجعية، يقول هناك سنة تركية، يقولون لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إذن هذا لا يجوز فعله أبدا عند علماء أصول الفقه قاطبة عند العلماء المعتبرين. إن عدم قاعدة إن عدم الفعل ليس دليل المنع نقطة على السطر، وإنما ينظر، فإن احتفت به قرائن قد نعمل وقد لا نعمل، إن كان معمولاً به ثم ترك سمي سنة تركية. أما ما يقوله البعض لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتالي من السنة تركه، لا يقال سنة تركية إلا إذا كان فعل ثم ترك، وإلا هو لم يفعل، فكيف تقول هو سنة تركية نتركه؟ لا، لو كان فاعلاً وترك نقول من السنة تركه كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم المندرج تحت أصل عام أو المتروك
تعتريه الأحكام الخمسة كما قال العز بن عبد السلام، وأقره على ذلك العلماء، إما واجب يقابله محرم، إما مندوب يقابله المكروه، وإما مباح ومنطقة عفو. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. بهذا يمكن أن تنضبط أمورنا وأن تتسق في مساقها الصحيح الطبيعي، وإلا الحالة التي نحن فيها من الفوضى لا نحسد عليها بحال من الأحوال. أيها الأحباب، كلام كثير قد يقال، لست مبتكراً ولا مستحدثاً، وإنما أنا أحاول عرض أقوال علمائنا رضي الله عنهم، فهو من معينهم، وهو من معدنهم، وهو من بركتهم، وهو من استنباطهم. فإن أعان الله على فهم علمائنا الذين فهموا كتاب الله مع الأدب معهم والإخلاص لله، سهل الله لنا فهماً لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله عنا كل خير، وجزاك الله يا سيدي يا مولانا يا شيخ محمد عبد اللطيف خيرا أن يسرت لنا أمر التواجد في هذه الزاوية المباركة التي أصبحت لازمة كشرط الإنعكاس في باب المنطق. فإذا ما أهل رمضان ظهر هلال الزاوية البلقائدية الهبرية المباركة، كأنها تقول: صوموا في بلادكم لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وتحدثوا لرؤيتها، وصوموا لرؤيتها، وجالسوا أهلها، واستمدوا من أنوارها. هذا تجديد في علم هذه السماء التي تعج بالفوضى. لقد أجرى الله الخير على يديك، فجعلك مدداً للسالكين العارفين، والذين يلتمسون منك فيضاً وإرشاداً. وأجرى الله الخير على يديك بأن جعلك وارثاً محمدياً، ورثت محمدنا الأكبر عليه الصلاة والسلام، وورثت محمدنا الأزهر رضي الله تعالى عنه وقدس سره، عنيت والدكم الكريم سيد الشيخ محمد بلقايد، وها أنتم تجعلون هذا أمانة في أعناق الجيل. فمرحى لكم، وهنيئا لكم، وهنيئا لنا بكم، أن يسر الله عز وجل المجيء إليكم واللقاء بكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمكم ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يرفع من اسمكم في سماء العلم والإيمان والتقى والصلاح، وأن يجعلكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يجعلكم سبباً لمن اهتدى، وأن يحشرنا معكم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجزي خيراً هذه الزاوية والقائمين فيها وعليها وإدارتها والمدرسين فيها وطلابها خيراً، وأن يجزي خيراً كل من ساندها من أهل هذه الديار المباركة، ومن ساندها من خارج هذه الديار، ومن تعلق قلبه فيها وبها وإن لم يتمكن من الوصول إليها. وأن يجزي الله خيراً هذه البلاد الجزائر خيراً، رئيسها وحكومتها وشعبها ومجلس نوابها، وأن يوفق الجميع لطاعة الله، وأن يأخذ بأيديهم لنصرة هذا الدين ولنصرة هذا المنهج، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم هذا الدعاء وعليك التكلان، ومنا الجهد وعليك التوفيق والجواب والإجابة. نسألك يا ربنا أن تستجيب لنا، وأن تتقبل منا، وأن ترحمنا، وأن تعفو عنا، وأن تعتق رقابنا من النار، وأن تجعلنا في هذه الليلة قرة عين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جعلت بدراً فرقاناً بين الحق والباطل، اجعل هذه الليلة وهذه الدروس المحمدية فرقاناً بين الحق والباطل، وإرشاداً لكل التائهين كي يعودوا إلى صراط مستقيم، وأن تكون هذه الزاوية مثابة للناس وأمنا، وأن نتفيأ والآخرين ظلالها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجز عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم اجز عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم اجز عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر.
وجهك يغني عن مصباح ليلة الظلام. قل لي كيف ناطق نصبر يا صادق بفضلك يا نور عيني تكن لي رفيق بعد الغيبة يا حضار بعد الغيبة يا حضار طلع الهلال مجل كل ضيق بفضلك يا نور عيني تكن لي رفيق يا معشر الفقراء طبيب حكيم يا معشر الفقراء طبيب حكيم طلعني على الحضرة كان لي نديم سقاني مزيد خمران من خمر قديم سقاني راحق بياضك الشقيق بفضلك يا نور عيني تكن لي رفيق بيت دانفاسي ودلقي والإزار وبقيت عريان ومشيت بين دوحات الديار وأنا نشوان بين جلاس وأكواس تدار تسحر to